تمير سامحني كان باش نقص عليك شوية سامحني وصباح الخير. زاد عندكم معاكم معناها في الحركة سي عماد الحمامي قال اللي معناها منكم فيكم قال اللي فما إتاج سانكيم إتاج في حركة النهضة في المقر متاعكم في مونبليزير اللي ما يدخلوا كان رئيس حركة النهضة سراج الغنوشي وفما عباد زاد ما نعرفوش شنو هي المهمة متاعهم الفوق. هذا منكم فيكم مش كلام نتاع عباد ما نعرفش المقصود. انا حاليا مانيش في حركة النهضة وسي عماد الحمامي ماهوش طرف في الملف وما تمش الاستشهاد بتصريحاته وما كانش حاضر البارح. هو فما سانكيم إتاج ما يطلع له حتى حد سمير ديلو في مقر حركة النهضة اللي كنت قيادي فيها؟ لا لا انا جاوبت على سي علي على سي عماد الحمامي قلت انه ماهوش طرف في الملف. اذا كان عنده تصريحات تنجم تكون وسيله اثبات ينجم يقدمها ولكن البارح في الملف الذي قدم ما ثماش تصريحات عماد الحمامي وما ثماش اتهامات عماد الحمامي. ننسى التصريحات ننسى للتحقيق هل فما سانكيم إتاج في مقر حركه النهضه في مون بليزير ما يدخل له حتى حد كان راشد الغنوشي واللي عايت له قاعد عمليات معناه وهما الزوز كانوا في حركة النهضة وقتها معناه في الوقت اللي خارج الملف. السؤال هذا يا سمير ديلو خارج الملف ياسر على مقر حركة النهضة ولكن اللي نعرفه انه الطابق الخامس فيه مكتب رشد الغنوشي وما هوش ممنوع على الدخول.